جماعة، طلع صباحية جميلة، الساعة 5 صباحا زي ما انتوا شايفين. الشوارع في قمة في الجمال والروعة، طلع بالدراجة الهوائية الجميلة بتاعتنا، حاجة في قمة في الجمال وحاجة في قمة في الروعة وحاجة في قمة في الطاقة الإيجابية. دلوقتي هنطلع على البحر، هنمشي على البحر كده شوية ونفرجكم الكورنيش ونتمتعوا شوية مع بعض. يا جماعة احنا طلعنا على البحر الساعة 5 الصبح، مفيش أي سيخ من يومين، وده على الشمال كذا الشاطئ اللي قدامنا، ده مكان سياحي فيه كازونات وكافيهات بس هو غالي شوية طبعا، بس هو حلو يعني مش بطال. أحلى حاجة أيام الحظر ده الواحد يطلع بالدراجة بتاعته. أدي طلعة جميلة بالدراجة الهوائية بتاعتنا الجميلة، زي ما انتوا شايفين بتديني طاقة إيجابية طبعا على الصبح كده، وبتخلي الصحة في قمة النشاط، بتخليك في قمة النشاط وصحتك جميلة. صباح الخير، زي ما احنا شايفين اسكندرية الجميلة، ده الكورنيش بتاع اسكندرية الجميلة اللي تديك طاقة ايجابية الساعة 5 الصبح. هو منظر البحر بيديك طاقة ايجابية رائعة طبعا. اسكندرية من احسن البلاد اللي انت تعيش فيها على وجه الكرة الارضية، لان ليها طبيعة جميلة طبعا، والشوارع نظيفة والبحر زي ما انتوا شايفين في قمة في الجمال، والبلد تعتبر إلى حد كبير راقية ومريحة للأعصاب وجميلة جدا، وبتمارس الرياضة براحتك في مدرج. المدرج الجميل اللي احنا شايفينه ده الناس بتمارس عليه رياضة الدراجات، ده من احسن الاماكن في اسكندريه بتمارس عليه المشي والدراجات وجميع الرياضات اللي انت عاوزها. يعني اسكندريه بلد جميله من احلى البلاد. انا بالنسبه لي اسكندريه احلى كهدوء، بس كفلوس القاهره احلى طبعا. هنا بقى هدوء الاعصاب والطبيعه الجميله زي ما احنا شايفين، مارس الرياضه براحتك على الطريق. دي محطة الرمل طبعا، حتة جميلة جدا، دي السنتر بتاع اسكندرية، من أجمل الأماكن السياحية الجميلة في اسكندرية، كلها بيوت قديمة. اسمها بحري الهنوشي، منطقة قديمة جدا وكل البيوت اللي فيها قديمة قوي، بس منطقة جميلة بتبص على البحر. محمد علي موجود في المنشية، الأماكن القديمة أوي في اسكندرية. الشارع ده تاريخي أوي، قديم أوي، كل البيوت اللي فيها قديمة جدا. اسكندرية في زمن الكورونا